فاصبر على ما يقولون. وقلنا ما قالوه والرد عليه، وسبح بحمد ربك أي نزهه تنزيها مصحوبا بحمدك له على أنه ليس كمثله شيء، لأن كل ليس كمثل الشيء يخلي كل الكون مطيع له. ما لو مثل شيء يمكن يتنح، يقول له لا كن فيكون، ما فيش حد له. واحنا قلنا زمان ان من مصلحة كل جماعة ان يكون لها كبير، الكبير ده بإقرار الجميع، ولذلك يبقى متعالي عليهم. التعالي ده ما تفهموش انه ضدهم، التعالي ده هو اللي مصلحته، عشان ما فيش واحد ايه يرفع راسه، يبقى كل واحد يلزم حدوده. ولذلك من اسماء الله يقول لك المتعال المتكبر. طب هو متكبر ازاي؟ ده المتكبر بيمقتها فيني. اما قال لك لان انت بتتكبر بلا رصيد، انما هو متكبر ليه؟ علشان كل واحد يكون دونه. والتكبر ده ساعات ما يتكبر كده ايه، هات واحد فتوه، وبعدين الناس مؤمنه له بالفتوى ما حدش بيعارضه، انما لما يقعد قدامه كده ويتكبر كده ومحدش مش عارف ايه، يبقى يستثير فيهم اللي عنده حاجه تطعن في كده، يقف كده وريني طوله الله. يبقى معنى قال لك دي لمصلحتنا. ليه؟ لمصلحتنا. كون متكبر لمصلحه الكون، كون متعالي لمصلحه الكون. اوعى تقول دي مذمومه، دي مذمومه عندك. ليه؟ لانك انت تكبر بغير حق وتتعالى بغير حق، انما على شان الكون. اما امره اذا اراد شاهد ان يقول له كن فيكون، دي جاية من دي، ما هو لازم من دي، ما فيش حاجة. تسبح بحمد ربك، وقلنا استيعاب الزمن في التسبيح المصحوب بالحمد قبل طلوع الشمس أدوات، وبعدين قبل الايه الغروب، وبعدين اناء الليل والاجزاء هتتفاوت مش كده، وبعدين قال واطراف الايه واطراف النهار. طب قبل طلوع الشمس، وبرضه لما تطلع الشمس، وقبل الغروب، وبعدين لما يجي الغروب، اطراف النهار واناء الليل. اشمعنى بقى جاب اناء الليل مطلقه واطراف النهار؟ قال لك لان النهار عاده بيبقى محل ايه، عمل وشغل ومش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي، فيمكن بقى يعني التسبيح القيمه شويه. ولذلك سبحانه وتعالى يعدنا نضرب في الارض لحركه الحياه، ان هي دي الذي يعين على التسبيح ايه، العمل اللي احنا قلنا لما الواحد يحب يستر عورته يجيب متر قماش. طب المتر القماش ده يجي ازاي؟ من ايه؟ من تاجر التجزئه. وتاجر التجزئه جابوا منين؟ من تاجر الجمله. وتاجر الجمله جابوا منين؟ من المنسج. والمنسج جاب الخيوط منين؟ من المغزل. والمغزل جاب الخيوط منين؟ من الحلاق. ومن الحلاق جاب منين؟ من الارض. والارض جاب منين؟ من الزراعه. والزراعه جاب حريت وعايزه هندسه وعايزه ري وعايزه. اذا كل عشان تستر ارضك بس، شوف حركه الحياه عايزه قد ايه. يبقى اذا ربنا، ولذلك قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. خلاص. وبعدين اذا قضيت الصلاه انتشروا في الارض وابتغوا، لان اللي هيخليك عندك قوه تروح تجاوبه لما يناديك للصلاه هي الحركه الحياه دي. فيجي اطراف النهار يباع، انما اناء الليل انت قاعد بقى يعني فاضي استريح. تصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، شمس مين؟ شمس مصر. طب شمس ليبيا؟ شمس تونس؟ شمس الجزائر؟ شمس المحيط اللي يسموه الاطلسي؟ شمس امريكا؟ شمس اليابان؟ شمس الله. ده الشموس متعدده، ده مطلع الشمس لا ينتهي ابدا، الشمس دائما طالعه والشمس دائما غاربه والليل دائما آت. الله. يبقى معناها ايه؟ ان كون الكون كله يبقى ايه، لا ينقطع تسبيح الخلق للخالق. نعم. واطراف النهار. طب شوف الغايه بقى كده، شوف ربنا بيشجع على العمل بالنفعيه، مش قال لعلي ارضى، قال اعمل العمليه لعلك ايه ترضى انت. يبقى العمليه دي كلها لمصلحه مين؟ لمصلحتك انت. خلاص. طب وترضى ازاي بقى؟ ايه الرضا دي بقى؟ الرضا ان تصل فيما تحب الى ما تؤمل. يبقى خلاص رضيت.
ان كان اقل شويه يبقى برضه لسه، ان كان اعلى مش في البال يبقى قوي. ولذلك واحد يقول لك انت مبسوط دلوقتي، تقوم تقول له يعني ايه؟ يعني ما وصلناش. طب يجي يقول له انت مبسوط دلوقتي وراضي، يقول لك الحمد لله ده حاجه الله مبسوط. يقول لا يا ربنا يخليك ومش عارف ايه، ده فوق، جت فوق الايه، ده انت جيت فوق اللي اؤمله الله. يبقى مره تقول يعني، ومره تقول الحمد لله مبسوط، ومره تقول ربنا يخليك، ومره تقول انت ما كانش يجي على بالي الكلام ده الله. اذا الرضا بايه؟ طبعا مراحل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى كما روى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ان الله يتجلى على خلقه في الجنه. يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون وكيف لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احد من العالمين. قال اعطيكم افضل من ذلك. قالوا يا رب وهل يوجد افضل من ذلك؟ قال نعم، احل عليكم رضواني فلا اسخط بعده عليكم ابدا. اهدي ترضى بقى على مستوى الايه؟ يبقى ايش كنه بقول انا كلفتك بهذا وتسبح، مش انا اللي مش عايز تسبحك يا اخوي، انا مسبح قبل ان اخلقك وقبل ان اخلق الكون. تسبح صفة لازمة لي يعني. انما دي عشان مصلحتي، عشان ترضى. وكيف ترضى؟ بانني اعطيك الاول مرحلة ما تؤمل، وفوق ما تؤمل شوية للأعلى للغاية. طب ازاي بتيجي؟ قال له انت ترضيني عشان ارضيك. ترضينا عشان ايه؟ ارضي لعلك ترضى. طب قال له اصبر لحكم ربك، وحكم ربك هم جبابرة قدامه وعمالين بيأذوه وعمالين بيقعدوا ويقطعوه مش عارف ايه ويعملوا ايه بتعايزين. قال له ايه؟ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. اوعى يخطر ببالك انهم في نعمة وتمد عينك للنعمة دي. معنى مد العين توجهها باستدامة، مش بس عايز تشوف على طاقتها، عايز توسعها قوي علشان ايه؟ مش بيحصل كده في واحد يشوف الحاجة على طبيعتها كده او ده مد العين، تشوف النعمة اللي عندهم كده. اوعى لا تمدن عينيك، يعني لا ومد العين يأتي دائما بعد شغل النفس بالنعمة. يبقى معناها النهائي ايه؟ لا تمدن، لا تشغل نفسك بما عليهم من نعيم، لأن هذا النعيم زهرة الحياة الدنيا، وربنا ادانا في الزهور تبقى زهرة ومش عارف ايه ويانعة ومش عارف ايه، وبعدين كده تصبح الصبح تلاقيها ايه؟ زبلان. لا تمدن عينيك الى ما متعنا، برضه هم عمالين بيدهون بما نعطيه نحن. يعني شوف المساله، احنا اللي بنديرهم برضه. الى ما متعنا به ازواجا، ما تفهمش ان الازواج يعني راجل ومراته. الازواج هي الاصناف المقترنه هناك، وقيضنا لهم قرناء، كل واحد له شطان يقعد يلبدله، اهو دي الزوجيه. وقيضنا لهم ايه؟ يقول انه كان لي قرين يقول وانك لم الله. هذه الايه؟ ازواج. يبقى لا تمدن عينيك، اي لا تشغل بالك ولا تشغل نفسك عن النعمه اللي هم فيها، لانها في زهره الحياه الايه؟ الدنيا. وبعدين ربنا هيدي لك الحاجه اللي ايه؟ اللي اكبر. ايه اللي اكبر من كده؟ هناك ايه ثانيه اظن، ولا تمدن، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم، مش كده فيه؟ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، اللي ما عندناه دي زهره حياه، وحياه ايه؟ دنيا. هيجيب اسم العب من كده ايه؟ دنيا. لنفتنهم، ما ندلهمش عشان احنا بدنا بنختبرهم، لان النعمه قد تكون ايه؟ ونبلوهم بالخير والشر فتنه. يبقى فيه خير وهو فتنه، وفيه ايه؟ ولذلك قلنا زمان في سوره الفجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا ان الانسان ايه؟ ان راه استغنى مش عارف ايه. ايه ثانيه بقول ايه؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ايه؟
ربي أكرمك كثر خيرك يا سيدي اللي عرفتها لله دي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي، فربنا كده يرد على الاثنين يقول كلا انت كذاب وده كذاب، لا النعمة دليل انني اكرمت ولا سلب النعمة دليل على اني اهلت. ليه؟ قال لك لاني طبقت ان ادتك نعمة ولا اديتش حقه، يبقى ده اكرام ايه بقى ده؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام تأكلون، يبقى النعمة ازاي تيبقى؟ يبقى اذا انا ببلوكم بالشر والخير ايه؟ والخير فتنة، ودي الفتنة ايه؟ فتنة لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك خير من هذا النعيم وأبقى أخلد، لأن عمره طويل، لأن دول إما أن يفوتوا النعيم فيموتون وإما أن يفوتهم النعيم فيفتقرون. إنما أنت لما هتاخد حاجة لا حتى لا مقطوعة ولا ممنوعة ولا فيش ولا أنت هتموت سيفة ولا يعيب هذه اللي أحسن. ورزق ربك خير إيه؟ خير وأبقى. وعلشان الكون كله ينسجم في وحدته الأولى يبقى رب البيت الأول يصلح نفسه، وبعدين يمسك الوحدة الثانية الخلية المباشرة الدائرة المباشرة الأهل. كل واحد بقى لما يجي يصلح نفسه بقى مركز الدائرة، وبعدين يجي للدوائر اللي حواليه أهلك، وأمر أهلك بالصلاة علشان الوحدة الكونية تتعدل. ما دام الوحدة الكونية تتعدل يبقى هات الدوائر الثانية، ده أمر أهل بالصلاة وده أمر أهل بالصلاة وده أمر أهل بالصلاة. وأمر أهلك اوعى تعمل أمر كده بس إنما أنت مطنش، واصطبر عليها. اصطبر عليها قال لك لأن في ظاهر الأمر إن الصلاة دي بتاخد منك وقت، والوقت أنت عايزه في حركة الحياة، وحركة الحياة اللي بتجيب لك الخير ومش عارف إيه، فإزاي هتختار؟ اصطبر على إيه؟ على إيه؟ يعني أنت تأمر الأهل بالصلاة وأنت في إيه؟ تصبر عليها وتؤديها. قالوا في اصطبر عليها مش اصبر، اصطبر. في فرق بين اصبر واصطبر، اصطبر يعني تكلف حتى الصبر. تعمده. ازاي؟ قال لك افرض انك انت قاعد في المكتب وبتصلي، بتصلي وقتك في مكتبك ولا في الغيط ولا في المطبخ، وبعدين رحت البيت اديته بقى، اديت اللي هو الفرض خلاص ما مش حاجه، بقول لك يعني ايه، تقوم انت عايز تعلم العيال اللي موجودين في البيت ان دي حاجه مش عارف ايه. رحت قال لهم، قلت لهم يا اولاد لقيت الاكل محطوطه لهم اذنكم بس يعني خمس دقايق لان انا لسه ما صليتش، وادخل كده واذكر ربنا ولا صلي ركعتين نفل، يقوم العيال يفهموا ان في حاجه اهم من القعده بتاعت الاكل، ينغرس في نفسهم ايه؟ مهابه التكليف، ويعرفوا ان ايه؟ ان دي يجب ان تقدم على كل ايه؟ امور الحياه. اصطبر عليها يعني ايه؟ يعمل اعمال تبين لهم انك ايه؟ انك انت حريص ايه؟ حريص عليها. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. اقول لك كان سيدنا عمر بعد ما يقوم ويصلي ما شاء الله ان يصلي، وبعدين كده يعني كده يروح على اهله يصحيهم يصلوا، ما يصحوش يجيب ميه كده وايه ويرشها عليهم، لان هم ايه؟ ما هو ليه بيقولوا الصلاه خير من النوم؟ ليه؟ قال لك لان النوم ده بيديك راحه شويه كده، انما الصلاه هتعمل ايه؟ تكون في حضره ربك، تكون في حضره ربك. والله لو كان ابو الواحد غايب وبعدين العيال نايمين وغاب بقاله شهر ولا بتاع، وبعدين بس يقولوا ابوك وجه ايه يهرولون، ربنا بيستبدلك. ما تتخلفش عن الدعوه وتمك رايح له، لان تصور بقى واحد بينادي لك وانت ما ترضاش تروح، تبقى ايه بقى شكلها ايه دي بقى؟ حاجه صعبه قوي. فاذا لازم تعودهم انهم بمجرد الله اكبر. ولذلك لا يبارك الله في عمل تسمع فيه الله أكبر ثم تنشغل بشيء آخر، مش ممكن. قال لك أنت انشغلت عن المنعم بالنعمة، لكن لو ساعة ما قال الله أكبر رحت رافض نفسك كده وقايم ومستعد للصلاة ومش عارف إيه وبتاع. ولذلك يقول لك إيه؟ إن أردت أن تعرف خير مجتمع فانظر
إلى أسبقهم إلى إجابة الله أكبر. وإن أردت أن تعرف منزلته أكثر فانظر إلى آخر من يقوم من الصلاة، لأن ده معناه أنه حب الموقف ده وقعد مش عارف إيه وبتاع وحاجات. إنما الثاني يروح متأخر ويجي في الآخر وبعدين بمجرد ساعة يجري مش رايح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قعد على الراجل الصحابي اللي مثلا كان يشوفه أول الصلاة، وبعدين ساعة ما يسلم سيدنا رسول الله ويختم الصلاة يبص عليه ما يلاقيش يعني. فتعمد مرة أن يسلم ويلتفت له لقى خارج فنادى قال أزهدا فينا كده؟ فالراجل حيقول إيه؟ حد يزهد في رؤية النبي؟ قال له لا يا رسول الله، ولكن لي امرأة بالبيت تنتظر ثوبي هذا لتصلي فيه. فيدعو رسول الله له فيذهب، فامرأة تقول له انت تأخرت بقدر كذا تسبيحة، لكنها قاعدة مستنية يعني. الله ان رسول الله استوقفني وقال لي كذا وكذا فقلت له كذا وكذا. قالت له شكوت ربك لمحمد؟ ما شاء الله ما شاء الله يا مولانا. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. وايه اللي هيشيفك على انك انت تنصرف عن حضرة الله كده عشان عمل الدنيا؟ نحن نرزقك. ده اللي ما بيقدرش يشتغل فرضنا في مال الغني يوديه يخبط عليه. اذن فالغني شرط في ايمانه الفقير، والفقير ليس شرطا في ايمانه. وربنا بده يقول ان انا اللي بل هو ما يقدرش كده، انما الكل يخبط عليه وبده يدور عليه وبده يديله مش عارف ايه وبتاعه وحاجات دي. نحن نرزقك. لا نسألك رزقا، نحن مش لا نسألك رزقا ونسيبك لحالك، نحن نرزقك كمان. والعاقبة للتقوى. ليه؟ أم قال لك لأن اللي يكون مأزوه في حاجة زي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر قام إلى الصلاة. ليه؟ لأن الأمور إذا تحجب فقدنا أسبابها من المعطاء من الله. طب فقدنا الأسباب، طب ما نروح للمسبب بقى. نروح لمين؟ للمسبب. ولذلك يجي في آية ثانية ومن يتق الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. قال لا بقى بعد القرآن ده عايزين آية من ربنا؟ لولا هي دي جت لولا الثانية ايه دي؟ لولا كلمة سبقت يعني امتنع التعذيب لوجود الكلمة دي. لولا الثانية يعني ما لولا يأتينا يعني معناها ايه؟ حس طلب ما يجبناش آية من ربنا. ولولا إذ دخلت جنتك يعني تقول هم أكيد مش عاجبهم القرآن، مع أنهم أمة البلاغة وأمة الفصاحة وأمة مش عارف إيه وأمة إيه، ولو القرآن بيخجل اللي بينه الله. طب عايزين آية تانية. طيب وقالوا لولا يأتينا بآية بآية من ربه كدليل صدق على بلاغه عن الله، زي الآيات المعجزات اللي حدثت. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ طب انتوا كنتوا عايزين ايه؟ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، مش كده؟ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تأتي بالله والملائكة قبيلا، او يكون لك بيت من ذكر، او ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك، نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا؟ وانا بقترح الايات، الايات دي من الله ويديها انا زي ما اديها ماليش فيها عمل. يبقى انتم مش مقتنعين بالايه؟ بالقران. طب القران
اهو جاب لكم الاخبار اللي في الكتب، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الله، لما تيجي تقرا ايه ان هذا لفي الصحف الاولى ايه، قد هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال اثنين، بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى، ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم ايه وموسى. مش كده؟ انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح. كل خلق ده اتجمع كله وجاء القران مهيمنا على كل هذه الكتب. يبقى انت عايز قال لك انا عايز معجزه زي عيسى يبرئ الاكمه والابرص، حاجه حسيه كده قدام يشوف، والعصا بتاع موسى. طب العصا بتاع موسى انت شفتها يا سيدي؟ طيب احياء الموتى شفته من ده؟ طب الناقه بتاع صالح انت شفته؟ طب ده انت عرفتها لاننا قلناها او الكتب قالتها، بقت خبر من الاخبار، انما مش مرأة. وده معجزة حسية، والمعجزة الحسية تقع مرة واحدة، اللي شافه امن به واللي ما شافهاش بقت خبر. يعني لو لم يقولها القرآن لنا ما كناش يمكن نصدقها، لكن احنا عايزين معجزة تصاحب رسالة محمد الكافة زمانا ومكانا. فلو كانت حسية كانت هتقع للناس اللي شاهدوها بس، وبعدين اللي يجوا بعدهم ما يشوفوهاش. وانا عايز اللي يؤمن بمحمد نقول له معجزة محمد هذه، كل اللي يؤمن لآخر الساعة محمد رسول ومعجزته هذه. يبقى لازم لما قلت في اي قرن يوجد اعجاز في المعجزة لأي قرن، وده اللي بينشأ ولا لا؟ وإلا لو أفنى القرآن معجزاته مرة واحدة للمعاصرين لاستقبل القرون التي تأتي بعد بلا إعجاز. لكن الله شاء أن يكون إعجاز القرآن سر مطمور فيه، وكل قرن يجيب له حاجة يبين، كل قرن يجي حاجة تبين، كل قرن علشان إيه؟ تظل الرسالة محروسة بالمعجزة. وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. قال الله أنا قطعت عليهم الحجة، لأنني لو أهلكتهم كانوا يقولوا على فترة من الرسل بقى، يقول لك ليه ما أبقتناش شوية لما يجي لنا رسول، ولما يجي لنا رسول هنؤمن به قبل ما نقع في الذل والخزي. يبقى معناها ايه بقى؟ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل أن يأتي القرآن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. وبعدين لما ترسل رسول نتبع، هم بيقولوها كلا كلمة هو قائلها، ولو ردوا برضو لعادوا لإيه؟ لما نهوا عنها، وهي حاجة بس تنفذهم من الإشكال. فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. الذل هو ما يعتري الحي مما ينشأ عنه انكساره وفضل تعاليه، وهذا يكون بأسره إن كان في هزيمته أولا في الحرب، ساعة ما يجي بقوته كده وعايز يحارب القوة قوة الحق مع النبوة كده، وبعدين ينهزم ادي زي اللي كان متعالي وانهزم، واقوى من كده من انه انهزم يمكن ينهزم ويجري ويفر، قال لك ولا نقتله يبقى ذل اكثر ولا لا؟ نقتله يبقى فيه ذل، فيه ذل وفيه خزي. الخزي ده ربنا باخره لحته تانية، ربنا باخره للاخر عشان يبقى خزي مفضوح على كل من خلق الله. الذل والانكسار قدام المقاتلين لهم بس، انما الخزي ده جاي لمين؟ كل المشهد هيشوف، كل اللي في المحشر او في موقف القيامه هيشوف الايه الفضيحه اللي هم ايه. ونخزى يعني يصيبون الخزي. وما هو الخزي؟ الخزي هو تخاذل النفس بعد ارتفاعها. يقول له انكسفت يا سيدي، مش بيقولوا كده؟ خزيت على عرضك، يعني كان بيرى شيء وبعدين جه الشيء ايه؟ مخالف. المخالف ده اسمه ايه؟ اسمه خزي. ولذلك لك ربنا واتنا ما وعدتنا على
ولا تخزنا يوم القيامة، لأن دي فضيحة جلاجل زي ما بيقولوا، ولا تخزنا يوم القيامة. الكلمة دي بلا تخزنا والخز ونخزة لها في حياتنا قصة طريفة أوي. احنا واحنا بنحفظ القرآن، سيدنا اللي بيحفظنا قبل ما يقول لنا احفظوا المصحف الجزء اللي هنحفظه اللوح يعني، لازم نصحه عليه. يعني هو يقعد يقراه مرة فنشوفه قراه ازاي، وبعدين نصحه احنا نقراه زي ما قراه. ان ما قراناش زي ما قراه يقول عيد، يبقى صحيح اسمه ايه؟ صح. ما حصلش عندكم ده ولا ما شفتوه؟ صحينا اللوح. يعني بقى ممكن بقى تبتدي تحفظ ما صحح، مش تروح تقرا على طول كده من غير ما تصحح، لا لازم تقراه. فاذا قراناه تتبع قرآن. يبقى سيدنا رسول الله يقرأ جبريل يقوله الاول. كذلك احنا لما نحفظ القرآن لازم ايه؟ اسمه نصح اللوح. اللوح يعني هي الكمية اللي منوط بها الإنسان يحفظها كل يوم. يوم قبل ما نحفظ إيه؟ نصح على من بقى؟ على سيدنا. كان سيدنا رحمة الله عليه ورضوانه، سيدنا الشيخ حسن بغلول، كان مكفوف، فكان نستنخامه يعني لما يغيب مدير المدرسة، وكان شديد قوي قوي قوي، نقوم احنا نتفلت من تصحيح اللوح الأول. يوم مفاجئ الصبح بأن مدير المدرسة اللي جاي يسمع لنا في ناس ما صححوش. اللي ما صححوش يعملوا ايه؟ بيحفظوه كده بالقراية. فكان واحد منهم اسمه الشيخ محمد حسن عبد الباري، انك من تدخل النار فقد ايه؟ اخزيت. لما جه يسمع امشال الزين، لان النقطه يظهر ما كانتش واضحه في ال، فبدل ما يقراها بالزين قراها بالايه؟ بالري. مش ضروري نقراها يعني. فلما شال الزين وقراها بالري بقى المعنى تاني. قام سيدني رحمه الله ورضوانه عليه مات من الضحك، وقعد يقول له صحيح يا ابني المعنى صح، لكن الروايه مش كده، المعنى صح انما الروايه. معنى صح بس الرواية مش كده، انما قاعد يضحك بقى. الشاهد كنا بقى كل ما نيجي بقى نقلس على محمد حسن عباري، كلنا اول واحد يجي يغيظه يقول انك من تدخل النهر، ويسكت يقول نعيط. فشاء الله سبحانه وتعالى ان نتعرض كل اللي عكسه يتعرضوا للامام خده. انا منهم. غاب المدير المدرسه وما صحناش اللوح، وجينا الصبح لقينا مدير المدرسه هيسمع، فكل واحد خد مصحفه وقعد يقرا على مين الدكتور. انا كان دوري في اول سوره الشورى، حاميم عين سقاف. انا ما صحتش حاميم، انا عارف انها بتتنطق حاميم لانها سبكت، انما العين والسين والقاف دي مات الله. فانا لما جيت قال لي قوم يا ابن الايه وشتمنا، قوم يا ابن انا العمل ده انا حافظ. قلت حاميم عسق. اضرب 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 كل ما تغرق. يا رب انا غلطت في ايه؟ زرزرنا عليه ولا بتضطهدنا بقى ومش عارف ايه بتاع. قلت تاني اقول حاميم عسق، ما انا مش عارف ولا ايه. بس بعدها قلنا صحيح، من يعب يوما بشيء لم يمت حتى يراه. لكن انا كل ما اقول انك من تدخل النار نقول حاميم. الله الله. ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا. كانوا يقولوا يعني اتمحكوا بقى، كنت بعتك رسول وكنا احنا هنطهر بتاع. فنتبع آياتك من قبل أن نزل في الدنيا قتلا أو أسرا أو هزيمة، أو نخزى في الآخرة بفضيحة علنية يعني في يوم الآخرة. قل كل متربص
التربص هو التحفز لوقوع شر بالغير. يقول انا ده فلان بيتربص لي يعني ايه؟ يعني اخد باله مني كده عشان انها فتها افوه. هذا التربص. يبقى متحفز عشان يجيب غلطه لمين؟ غلطه للغير. كل متربص. احنا بنتربص بكم وانتم بتتربصوا، ما احنا اعداء، وكل واحد بقى واخد باله من التاني يشوف ايه اللي هيحصل له. ولذلك يجي في ايه تانيه يبين توجيهات التربص منه ومنهم. كل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ طب ايه اللي بتتربصوه يعني؟ منتظرين ايه؟ احدى الحسنيين، ينقتلكم ونبقى شهداء، يعني ننتصر عليكم ونزل لكم. فاي تربص يقع شرف لنا، يعني نبقى شهداء ايه؟ يعني ننتصر عليكم ونعذبكم بايدينا. هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ دي حسنى ودي حسنى. ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. ما دام المساله كده تربصوا على كيفكم واحنا نتربص على كيفكم، لان تربصنا بكم يفرح وتربصكم بنا يؤلم. قل يا محمد. كل المتربص، وكلمة كل هنا فهي معناها ايه؟ يمكن هو الرسول يقول لو يقول كده كل، لو قال له كل، قال كل متربص، يمكن كلام من عنده وما عنده، ما فيش ايه، مش في ايده زمام الكون ولا يعلم الغيب. اما قال لا ده انا مش اللي بقول كده، ده هو اللي قال لي. قال ايه؟ قل. يبقى قيلت ممن ايه؟ يمن يملك أزمة الأشياء وأعنفها ولا يخرج شيء عن مراده. يمكن انا لو قلت لكم تقول ده كلام بشر وانت تملك ايه انت اللي هتعمل مش عارف ايه. قال لا، هتقول برضه قل كل المفاهيم، يعني انا ما بقولهاش من عندي، ما تاخدوهاش بمقاييس كلام البشر، خدوها بمقاييس من يملك زمام اقضية البشر كلها. قل كل المتربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. امتى؟ ساعة بقى ما تيجي المسألة بتاعة القيامة وتشوفوا بقى اما الى جنة واما الى ايه والى ما تبقوا في الوقت ده بقى تعرفوا من اصحاب الصراط السوي، احنا ولا بي. ولكن هذا علم لا يغني، وعلم لا يغني لانه علم تأخر عن ميعاده، لان اللي يعلم شيء عشان يتلافاه، انما الوقت ده ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه تلافي. يبقى اذا علمكم ستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اتلى، مش علم يترتب عليها عمل تنجو به، لان خلاص انتهت الايه؟ انتهت المسائل. يبقى علم يؤذي ولا علم ينفع؟ من دي نفسها ايذاء نفسكم. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي. الصراط هو الطريق، والسوي المستقيم كده، لان احنا زي ما نعرف اخسر الايه وسوي لا عوج فيه ولا انت ولا يلف يمين ولا يلف شمال وبتاع. السوي ومن، طب الصراط السوي قد يوجد، ولكن المهم من يسلك الصراط السوي، مين اللي يسلكه؟ ومن اهتدى الى الصراط الايه السوي. قول الحق. قل كل متربص فتربصه، يمكن يدي امل طويل. قالوا التربص مش هيطول، اقترب للناس حسابهم. مش هيطول التربص، اقترب للناس ايه حسابهم. يبقى انتقلنا بقى من سورة طه الى سورة اخرى وهي الانبياء، وانسجم اول استهلال السورة بختم سورة ايه طه. والى